دولة دولة الحمد لله الحمد لله جالنا جواب من الضرايب. الحمد لله طبعا على كل شيء، بس المفروض تقول حسبنا الله ونعم الوكيل. يا دولة انا ليا نظرة يا دولة في بتوع الضرايب دولة، بص ما دام هم بعتوا لنا جواب احنا برضو نرد عليه بجوابات وكده، وكمان شويه ناخد تليفونات بعض ونتصاحب ويبقى ما بين الخيرين حساب يا دولة. ما بين الخيرين حساب، ما بينك وما بين الضرايب، يعني انت يكون عليك الضرايب هم يقولوا لك لا 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 خليك يا رمزي ما بين الخيرين حساب، مصلحتك اولا يا رمزي محقوله يعني. اخيرا بدات تفهمني طبعا يا دولة. ايه ده؟ ده جاي من المنصورة، هي ضرايب المنصورة بتضرب في ضرايب القاهرة والضرايب كلهم ضربوا في بعض ولا ايه؟ يلا لمصلحتنا يضربوا في بعض احنا ما ندفعش لا هنا ولا هنا. مرسل لكم من عنبة كفر الترومبة. كفر الترومبة؟ ايه ده دي بلدنا دي يا دولة. بلدكو؟ اه. طب وانت ليك ضرايب ايه هناك يعني ما دفعتهاش؟ اه اكيد مثلا على المعزة سيمبا، المعزة الصغيرة بتاعت سيمبا المنقطة دي انت عارفها دولة؟ والمعزة سيمبا دي هياخدوا عليها ضرايب ايه؟ حزمتين برسيم؟ لا يا ابني ده مش جواب من الضرايب خالص يا ابني، مش شكل جوابات الضرايب. ولدنا العزيز اللذيذ رمزي نبلغكم بان ابنة خالتكم الانسة عنبة قد اتم الله نعمته عليها ورزقها بعريس كالفحل، هو ابن ابو مندور نتعي عين اعيان كفر الترومبه، وباذن الله سوف ناتي اليك لمصر، سوف تاتي اليك لمصر ام الدنيا حتى تشتري شوارها وطقم ستايرها من حداكم، ولكم بالغ الشكر والاسف. يا دي البلد والقرف اللي بيجي لنا من ورا البلد. الا هو ما فيش حد ساب البلد وسافر مصر ونجح وحقق ذاته غير انا؟ انت هتتنطر على اهل بلدك يلا؟ وبعدين انت ايه شايف نفسك ايه في مصر يعني؟ هو انت جاي لك بعثه دراسيه في روسيا بتدرس الطاقه الذريه مثلا؟ ده انت مرمطون في بازار في القاهره يالا. مرمطون ناجح احسن من صاحب بازار فاشل. بص انا مش هخش معاك في مهاترات مين الناجح ومين الفاشل، ده كله تضييع وقت بالنسبه لانسان ناجح زي. المهم هتعمل ايه بقى في عنب قريبتك دي اللي جايه؟ شادولة بقى ما تجيبليش سيرتها دي، سيرتها دي بتسد النفس خالص. ايه ده للدرجه دي وحشه يعني؟ جدا يا دولة جدا. تخيل كانوا عايزين يلزقوها لي واتجوزها، بس انا ايه يا معلم رفضت طبعا. يلا يلا رفضت، هتصيح عليا يا رفضت ايه؟ انت قلت لا تتجوز، انت اساسا لو جابوا لك المعزه اللي عندك سيمبا المنقطه دي كنت هتتنطط من الفرحه، لكن ترفض واحده ست؟ انت بتتريق يا دولة؟ لعلمك بقى رفضتها ورفضت اللي احسن منها كمان. ماشي يا عم جان بلكو يا يعني عماد حمد كفر ترومبا يا نهار اسود. المهم هتعمل ايه في الست دي؟ هتبيتها فين يعني؟ ما تقلقش يا دول انا هتصرف، ارميها في اي حته والسلام. ترميها في اي حته ايه يا ابني؟ اعمل حسابك دي مهما كان واحده ست برضه. يا دوله ما تقولش واحده ست يا عم، بلاش مبالغه يا عم، دي بنت غتيته ورخمه. وانت هيجي من بلكو ايه يعني؟ ما انا عارف، بس اوعى يا رمزي اوعى تفكر في وقت من الاوقات. بص بقولها لك ازاي وصباعها عامل ازاي، ها، انك انت تجيبها عندي البيت. ها عيب يا دولة عيب، وانا خلاص يعني ما عنديش نظر خالص بقى. انا عملت فيك فصل من الحاجات دي قبل كده؟ عملت كتير، بس المهم ما تجيبهاش عند البيت، لانك انت لو جبتها عندي انا مش هفتح لكم يا رمزي. يا دولة ما تقلقش يا دولة، بص انا هاخدها كده ساعتين واروح اشتري لها الستاير من قراشه بتاعتها وبتاعت بلدها دي، وهقوم شاحنها على اول ميكروباص على البلد بقى. الو ايوه مين؟ ايه؟ لا لحظه واحده لحظه واحده ايه واحد ظابط من اسم الهرم عايزك. الو يا هرم. ايوه فندم. مين؟ رمزي؟ ابن عمي. خير؟ لا حاضر حاضر حاضر، انا هاجي على طول. حاضر شاولة. رمزي ايوه. خش يا حيوان خش يا حيوان، تجرجرني كده وفي انصاص الليالي على الاقسام بشوال الفحم اللي انت ماشي معاه ده. طب انا كنت اعمل ايه يا دولة؟ بس انت مش قايل لي بنفسك ما تجيبهاش ليا على البيت يا دولة؟ تقوم وديها على جنينه. جنينه يا غبي، جنينه تبيت فيها يا حيوان. لا اله الا الله، طب ايه الغلط في كده؟ جنينه يا نهارك اسود، تقعد بنت خالتك وتبيتها في جنينه يا متوحش. الرك عليها، ايه اللي يخليها تمشي ورا واحد دهول زي ده؟
كده عندك حب جبت لي الكلام وانت اخنفك مش طايق. يا قطه ما تتكلمي يا حبيبتي، ولا هو لا صوت ولا صوره، لا شايفينك ولا سامعين حسك. جنينه جنينه يا حيوان، تبيتها في جنينه يا دوله يا دوله. والله هي متعوده على الخضره يا دوله، هي كانت بتبات في الغيط. الغيط حاجه والجنينه العامه حاجه تانية يا ابني. يا عم كلها خضره دوله وكله بيترش في الاخر. طب ما انت اللي غلطان يا عادل، انت معتمد على واحد غير مسؤول عن المسؤوليه اللي المفروض يبقى مسؤول عنها. مش ممكن. عاجبك كده نسمع الكلام اللي احنا مش فاهمينه؟ خلاص يا جماعه ما تزعلوش نفسكم، انا هاخدها تبيت في تحت سفح الهرم. ايه ده ايه ده، تعالى هنا. سفح الهرم ده ايه؟ انت عايز مشاكل وخلاص ولا ايه؟ سفح الهرم ده ايه؟ ما عندناش دم، ما عندناش مروءه، ما عندناش اخلاق، ما عندناش ما عندناش يا ماما مكان تبيت فيه خالص. واهدي بقى يا ماما. قاعد تلقح في اي حته في المطبخ ولا اي حته في الصاله؟ سفح الهرم ايه يا جماعه؟ طوبه تقع عليها من الهرم تفتح نفخها، ولا حصان معدي يدوس عليها، ولا بلهول يصحى يخضها بالليل؟ لا لا لا، احنا مش ناقصين مشاكل يا جماعه. وبعدين ازاي يعني تنام تحت سفح الهرم في البرد ده هو؟ وبعدين المود بتاعها ممكن يتقلب، لان هناك بيعملوا اوبرا عايده وبيعملوا الصوت والضوء بالليل، بالاضافه لوجود تيار هوائي قادم من تحت سفح الهرم مع رياح غربيه شرقيه ممكن تفطس. لا 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 لا، خلاص يا جماعه انا موافق ان هي تبيت ان هو تحت سفح المطبخ. يا قطه ايه رايك في البيته اللي اخترناها لك؟ ايه ايه رايك دي؟ احنا ما عندناش حريم تقول رايها خالص بتاتا. انا هنا راجل البيت، زفت البرك دي تسمع الكلام وهي خرصه خالص وتنفذه. قال ايه رايك عنبه على المطبخ؟ نجرب بسرعه. ايه يا رامز؟ قلت لها نجرع على المطبخ بالريموت كنترول كده تجرع على المطبخ؟ يوم ستي بيتك ده انت شخصيه يالا. شخصيه دوله. طب اطلع بره. يا دي الليله انا مش فايته. مين دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه دي؟ دي جنية ولا ايه؟ انا قلت الشقة دي مسكونة، محدش صدقني. القصة الفظيعة اللي هبت عينا فجأة دي. ايه الخيالات اللي عمالة تراودني دي؟ اتعشم اني بكون بحلم. انا اتعشم ان يكون ده حقيقة يعني ويكون واقع مش حلم. هو حضرتك تبقي بنت انهي ملك من ملوك الجن؟ اني عنبة بنت خالة رمزي. رمزي الحيوان اللي انا عارفه، ولا عندكم في عالم الجن واحد غبي برضو اسمه رمزي؟ استنى انت يا عادل، انت غشيم، الموضوع كده دخل في الجد. انتي بنت خالة رمزي اللي هلت عينها من شويه كانت متلفحه بالسواد؟ ايوه. اني وايه بقى ان شاء الله اللي عمل فيك كده؟ ده انتي كنتي لا صوت ولا صوره. لا ما شاء الله بقت صوت وصوره وصوره مجسمه وبالالوان كمان. يا ما تحت الساهي دواهي. ايه يا اختي اللي ملبسك كده؟ مفيش، انا قمت عشان اعمل تدريبات الايروبكس بتاعتي زي كل يوم. اوه انت بتعملي ايروبكس؟ والله برافو، انت عارفه انا احب الست الرياضيه جدا وبالذات اللي بتحافظ على جسمها. طبعا الست الرياضيه رياضيه، وبعدين اللي بيهتم بنفسه ده بني ادم يعني عاقل وفاهم هو بيعمل ايه، غير بقى الناس اللي مالهمش دعوه بالرياضه خالص. طبعاً يا روحي، عسل راحة الجسم ما راحة الصوابعين. ايه يا حبيبتي ده اعلان جزم اللي انت بتقولي عليه ده بره موضوعنا خالص. انا بتكلم على الايروبكس، انت ليك علاقة بالايروبكس؟ يعني انت ليك علاقة بالايروبكس قوي يا اخويا؟ والايروبكس ده يا اختي اتعلمتيه فين؟ في ترعة بلدكم؟ انا اصلا مدرسة العاب وخريجة تربية رياضية، وبعد كده اتعينت في مدرسة زهر الليمون الثانوية بنات. ياه ما شاء الله، يعني تعليم عالي وجمال عالي، يعني دي حاجة جميلة خالص. الرياضة دي مهمة قوي على فكرة يعني. لكن طموحي ما وقفش لحد كده، لإيماني إن المرأة لازم تقتحم كل مجالات الحياة. تقتحم تقتحم براحتها ما دام عندها المواصفات دي. تقتحم 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 ايه بتقتحم؟ من امتى يا حبيبي وانت بتسرد دور المرأة في المجتمع؟ لما حسيت ان دور المرأة دور مؤثر طبعا. كملي يا عنبة كملي. وعشان كده طورت نفسي وخدت دبلومة في الرقص الرياضي. رقص ورياضي؟
بلاش تشوهوا سمعة الشباب والرياضة، سيبوا المنتخب في حاله، المنتخب مش ناقصكم. شش اسكت اسكت اسكت. والدبلومة دي بقى أخدتها في كفر ترومبا يعني يعني كنت بتتمرني في الجيم اللي جنب الساقية؟ العالم كله بلاكار يا صغيرة، ولاني ما قدرتش انزل مصر اخد الدبلومه فاخدتها عن طريق الانترنت من جامعه كامبريدج سبورت باتلانتا. يا سلام جامعه سبورت يا يعني، بس انا فاكر والله ان دي رحله كفاح يعني. كفاح الرأس دلوقتي بقى كفاح. تحب انزلك شو على الهرم بكره اكافح لك؟ عادل انت يا حبيبي عشان تخش تنام بدل ما اوريك الكفاح على اصوله جوه. اصبري بس، يعني رجلها قفشه يعني معقوله؟ والرجل ما دام قفشه والعضله نفسها تعبانه ممكن تاثر تاثير سلبي على الركبه، وبعدين الركبه دي ما شاء الله مش اي ركبه، دي واضح ان هي استيراد. الركبه دي ايه اخبارها يعني؟ شكلها بجد تتعب قوي يعني. تقصد ايه محلوح؟ اقصد يعني ان احنا هنتعب قوي على ما نلاقي لها قطع غيار بشريه. هي الركبه دي مش من مصر مش كده؟ متشيك ومتبرفن على فين العزم ان شاء الله رايح تخطب؟ بطلي شيطانة سعد صبحية يا سناء. شفت حتى سناء لاحظت. لاحظت ايه بس يا جماعة؟ يعني هو الواحد لازم ينزل من بيته معفن عشان عجبكوا يعني؟ امال فين عنب امال؟ عايز عنب في ايه امال؟ لا ما فيش، هاخدها اوصلها لرمزي زفت ده عشان يجيب لها الحاجات اللي هي عايزاها يعني. لا ريح نفسك انت يا اخويا، انا هباخدها اجيب لها الحاجات اللي هي عايزاها يعني. ايوه طب وانت ذوقك ايه يعني؟ ده هي ذوقها عايزه تشتري ستاير معينه، انت تفهمي في الذوق ده ازاي يعني؟ وعين بنتي كمان ايه اللي عندها ذوق اساسا؟ دي سناء 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 ذوقها لا يعلى عليه اصلا. ربنا يخليكي ليا يا اختي. ايه ده ايه ده ايه ده، انتوا الاثنين اتفقتوا مع بعض ما شاء الله، اول مره تحبوا بعض كده. بقول لكم ايه، بلاش الحركات دي وخفوا شويه على البت الغلبانه المسكينه اليتيمه الحلوه الجميله القمر الشيك دي. الحلوه الجميله القمر الشيك؟ على فكره بقى عادل انت ذوقك بتحضر جدا. صباح الخير يا جماعه. صباح النور يا جماعتين. ايه اللبس اللي انت لابساه ده؟ امال فين اللحاف الاسود اللي كنت جايلنا بيه امبارح؟ زي القريه للقريه وزي المدينه للمدينه. الله الله، شايفين الكلام طالع ومتناسق ويعني القريه للقريه والمدينه للمدينه. ايوه كده ما شاء الله، ده ايه الحلاوه دي، كامله من مجاميعه. على فكره بقى ده اسمه نفاق اجتماعي واسمه مشيان مع الموجه. موجه ايه وبحر ايه والطرطشي علينا ليه بس يعني؟ اهدي كده اهدي. يلا يا عيني اتفضلي عشان اوصلك. اتفضلي. شفتي اخوكي هينقطني بارد تلاجة، هينقطني. انا عايزه ابقى صريحه واضحه معاك عشان تقيمي الموقف صح وتلحقي تتصرفي. أوكي. البنت حلوه، القطه المشمشيه نطت حته نطه من فوق المنيه، زوزو علينا يلا برضه. صباح خير يا رمزي. صباح خير يا رمزي، ازيك يا رموزه؟ ازيك يا ابن عم رموزه؟ ازيك يا رموزه؟ احنا بنقول له في البلد يا جلاحه. جلاحه. احتشمي يا بنت. لو سمحت احتشمي يا بنت. وبعدين ايه الهباب اللي انت لابساه ده؟ انا مش قلت لك 100 مره قبل كده ما تلبسيش جينز وباطي؟ اخر مره يا رمزي. رمزي كده اهو، حف سي رمزي. وبعدين انا قايل لك 100 مره ما تلبسيش الزفت ده، ها؟ علشان الزفت ده بيليق على البنات الحلوه بس، لكن انما يعني انت مفيش خالص. يا نهار عامه، ولا رمزي تعال ولا رمزي. خلي بالك انت كده بتحرجها يعني وبتخدش انوثتها. يا عم انوثه مين يا دوله؟ ما تبالغش يا عم بقى، ده احنا ما صدقنا ان هي اتجوزت يا دوله. انا كنت خايفه اصل تعنس وتتدبس في عربيزي، كنت اوديها فين انا؟ دي تعنس؟ لما دي تعنس اللي عندي ايه بقى يحصل لهم؟ يتضربوا بنار في ميدان عام؟ بص يا سيدي انا ممكن اخدمك في الموضوع ده وهساعدك كابن عم يعني. عشت يا دوله ربنا يخليك. انت تنزل دلوقتي تروح انت تجيب الستاير وسيبها بقى معايا، هي تقعد بقى تتدبس معايا يعني، اقعد استحملها بقى وخلاص. لا لا يا عم، وانا يرضيني يعني؟ لا ما يرضينيش ان انا احطك في الوضعيه دي خالص يا دوله. يا عم وضعيه ايه؟ انت بس سيبها معايا وانزل انت روح هتلاقي الحاجه. مش معقوله يعني هتاخدها وتروح تجيب بيها الحاجه، افرض الحاجه ما عجبتهاش فترجع تاني تاخدها وتروح توديها، لكن انت روح انت هات الحاجه وسيبها بقى تقعد معايا بقى يعني. ما يا دوله انا ما ينفعش اروح لوحدي يا دوله، علشان جوز مرات عمي اللي هي جوز خالتها اللي هي لازم
موصيني عليها، هقول له ايه الله يرحمه. دي قرابة غريبة قوي، انا كنت فاكر الموضوع نسب يعني. شفت بقى دولا شفت. لا خلاص خلاص، سيبها يا رمزي، سيبها يا رمزي واتكل انت على الله. يعني معقولة هتمشي بيها في الشوارع؟ مش معقولة يا رمزي. بص يا دولا، ما هو اذا كان حبيبك عسل يعني ما تشفطوش كله. انا هاخد البنت دي واقوم شاريلها الكام حاجة اللي هي عايزاها دي، واقوم شاحين على اول ميكروباص بقى بلا قرف. بص يا رمزي، البت دي على فكرة شكلها مستغل جدا، يعني ممكن وهي معاك في السكة تقعد تقولك بقى هاتلي حاجة ساعة، هاتلي سندوتش عشان جعانة، وبعدين ميكروباص ايه اللي انت هتركبه؟ ولا معقول هتركبها ميكروباص؟ ايوة يا دولا، احنا بقرشنا نوقفها اجعص ميكروباص. توقفها اجدع من الميكروباص ايه يعني؟ ما ممكن هي لو ركبت الميكروباص تركب. اوكي، بس اكيد مش هتنزل منه يعني. لا ما تركبهاش ميكروباص، مش معقولة تمرمطها يعني. بص يا رمزي، خد 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 خد. ما ينفعش اسيبها. خد يا خلاص، يلا خلاص، خد ادي 50 جنيه معاك اهم. ها تجري انت على الله، روح هات لها الحاجه وتعالى، انا هقعد معاها غصب عني بقى. مش هتستحملها. معلش هتستحملها دولا؟ لا عشان خاطرك يعني ابن عمي ولازم استحملك يعني. دولا يلا اتكل على الله. مش هوصيها بس. انت بت حسك عينك تتعبي عمك عادل؟ ها بالبلغة. حاضر يا رامز. حاضر يا سي رامز. قوي قوي يا رمزي. ايه في الباب معاك؟ ها ماشي، مع السلامة. مع السلامة. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. معلش يا استاذ عادل، انا متجل عليك هنا وفي البيت كمان. متقلة ايه؟ لا 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 لا، معقولة؟ ده حضرتك خفيفة جدا يعني. امال التقل اللي عندي في البيت ده يبقى ايه بقى؟ ده انا بلعب في اوزان تقيلة يعني. على فكرة حضرتك انسان اقرب للمثالي، جميل جدا وراجل يعتمد عليه فعلا. ربنا يخليكي، ده انت اللي شكلك يعني جميلة جدا صراحة يعني، ويعني عارفة متطورة كده. هو انت من الجيل الرابع للستات ولا ايه؟ على فكرة اي ست في الدنيا ممكن تبقى جميلة، سواء كانت من العاصمة او المحافظات. محافظة ايه بقى؟ لا حضرتك ده انت لو محافظات تبقى محافظة كندا بقى. متشكرة قوي، بس الفكرة اللي متاخدة عن المرأة في الأقاليم اختلفت كتير يا أستاذ عادل. اختلفت وهتختلف على أيديك إن شاء الله. بس أنا يعني معلش أنا آسف أنا بتدخل في حاجة زي كده، هي ملحوظة يعني. إزاي تبقى واحدة مثقفة وجميلة زي كده ويجوزوكي واحد اسمه ابن أبو مندور؟ ده شيخ الغفر في البلد ولا إيه؟ أولا أنا محدش جوزني، أنا ومندور واخدين بعض عن حب، وقصة حبنا يضرب بيها الكفر كله من صغيره قبل كبيره. وبعدين مندور شاب زين وحصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسيه جد الدنيا. اقتصاد وعلوم سياسيه؟ ده انا على كده ابقى رمه. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، منوره والله. شايفين البنت بتتنطط ازاي؟ عامله زي فرع علوز. اقطع دراعي ان ما كانت بتشتغل رقاصه في مولد في بلدهم. انا قريتي بحث ميداني ان الرقص بعد الغدا مهم جدا. ليه فوار؟ انا البنت دي بتفكرني بايام طفولتي، ايام ما كنت فنفته في نادي الجزيره وبعمل هلا هوب هلا هوب. طب شيل الاطباق، مش عارفه تشيلي نفسي. شيل الاطباق، شيل الهلا هوب. يلا يا جماعه تعالوا حركوا الدوره الدمويه شويه عشان الكرش. رانيا ما تيجي تشاركينا اللحظه الحلوه دي؟ استني انت بس يا حاجه لو سمحت. عادل ايه المسخره دي؟ انا عايز اعرف ان انت من امتى بتلعب رياضه؟ طول عمري بلعب رياضه، الرياضه مهمه جدا، الرياضه للجميع زي القراءه بالظبط. يلا يا عنبه يلا. مش هقدر اخد نفسي فيها يا عنبه. مالك يا استاذ عادل؟ مال لياقتك البدنيه بعافيك ده؟ وريني. مش عارف ايه اللي حصل. اكيد شد عضلي. اللي انتوا بتعملوه ده؟ لا كده الشد العضلي بقى احسن كتير الحمد لله. واحد اتنين، واحد اتنين، واحد اتنين، واحد. نعمل تمارين خفيفة مثلا، صوابع. لكن نقعد مرمطنا من الصبح يعني. لا 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 مش معقولة، أنا استحملتها يومين، كمان قررت إنها تمد إقامتها وتقعد على قلبي أسبوع كمان عشان فستان الفرح الهباب بتاعها وهدوم الفرح الهباب بتاعها. كله من عادل، منك لله يا عادل، هو اللي ركبها علينا. أنا
انا انام في المطبخ تاني انا. بصي انا عايز اقولك على حاجه، هو الحقيقه يعني ان انا معجبه بالبنت دي اللي اسمها عنبه اللي هي قريبه رمزي دي، برضو سنها صغير وقدرت توصل للجسم والحجم ده، بس ده ما ينفيش انها لازم تبطل بجاحه وما تتعاملش على انها اجمل واحده في الكون. صعبان عليك تقولي كلمه صدق واحده في حياتك، قوليها. البت فرصة حبيبتي، اذا كانت هي فرصة فانا مهرة. ياي مش معقول العقد اللي انتوا فيها دي. يا حبيبي احنا كلنا اجياد. يا سلام، قاعدة انا في اسطبل خير. بقول لكم ايه، البت دي راكبها عفريت صايع وانا اعرف اتعامل معاها، لو اتقصعت ولا اترقصت هقلع الشبشب واديها بيه لما اطلع العفريت. شبشب ايه يا ماما؟ عفريت ايه؟ ايه الكلام بتقوليه ده؟ لازم نكون صراحة مع نفسنا يا جماعة، البت دي احنا مش هنعرف نسد معاها. لا استني استني استني، انا بقى استوعبت، احنا نبوظ لها الجو العام اللي بتعمل عليه الرقص الايقاعي بتاعها ده. ازاي يا فزلكة؟ ولا حاجة، نغير طبيعة الميوزك اللي بتسمعها، نهدي الإضاءة شوية بحيث إنها تأثر على الطاقة البيولوجية بتاعتها، نزبزب الإضاءة شوية، سيبوني أنا هنكد عليها. واحد اثنين طن 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 طن، واحد اثنين طن طن، واحد اثنين طن طن، واحد اثنين طرن طرن طنطن. ايه ده؟ امال العنبه فين؟ ده انا قاعد عمل في الكويت ب 2000 دينار. اوعى تكونوا عملتوا فيها حاجه. اسكت، مش طالع بتاخد منشطات؟ وجالها هبوط ودلوقتي هي بترتاح عشان هي مسافره. ايه ده؟ هي مسافره النهارده؟ شوف الايام الحلوه بتمر بسرعه ازاي؟ جمب. بس ما تقلقش يا حبيبي، اي تمرينات انا اللي هعملها لك على الصبح كده. انت اللي هتعملي لي التمرينات وعايزاني ما اقلقش. اشوف وشكم بخير يا جماعه. مع السلامه. مع السلامه. نشوف وشك بخير حبيبتي. انت قولي لي صحيح، انت مأمنه على وشك؟ طبعا، مش ده رأس مالها. عنبة نشوف وشك بخير يعني؟ هتوحشينا والله، هنفتكرك كل يوم واحنا في تدريبات الصباح، مع كل نقطة عرق بتنزل هتنزل دموع مننا أكيد يعني، عشان تفتكر بيها كابتن عنبة. انتوا كمان هتوحشوني جوي جوي، لو تسمح يعني ممكن تقبل مني التذكار البسيط ده؟ ما حكيتيش غيره. يا سلام على الرقه دي، جميله جدا. يا كل ما هعرق طبعا بقى وام ماسع عرقي كده هفتكرك. متشكر جدا، متشكر. لولا حبيبي. عايز ايه؟ ايه دولا بقى يا عم؟ انا جاي اخد زفت البرد دي. يلا بنت انت، يا بنت انت، يلا يلا. حاضر يا رامز. ايه ايه، ما تخشيش ما تحيش. حاضر يا رامز. ما انت ايه اللي جابك النهارده يعني في ميعادك؟ ما انت كل مره بتيجي متاخر. مع السلامه يا عنب. الله يسلم. مع السلامه. سلامه يا زوز. مش متضايق ولا حاجه، انا بس يعني زعلان، مش عارف مين هيدربني تدريبات الصباح بعد كده يعني. ايه الليله الكبيره اللي انا عايش معاها دي؟ كله ده، ايه النشاط ده كله؟ يمكن صعبنا عليها وقالت تساعدنا شويه. صعبنا عليها؟ ده ما صعبش عليها كافر يا حبيبتي، اذا كان ده نهوه ما صعبش عليها. دول يا حبيبتي عيله واطيه، دول قطعوا. بتقولي ايه منك ليها؟ انا ما حدش بيقول اي حاجه يا حبيبتي، ده انا لسه بقول لنجله قد ايه انت نشيطه النهارده، وحقيقي يعني انا مش عارفه اقول لك ايه، انك تسيبي دراستك وتقعدي في البيت مخصوص علشان تنظفي البيت بدلنا، ده انت بجد كلك ذوق 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 ذوق. بقى انت كنت بتقولي عليا ان انا كلي ذوق ذوق ذوق؟ وانا بجيب كلام من عندي حبيبتي؟ ده انت حتى امرايا ولسانك بينقط سكر يا سكر. ما انا عارفه ان لساني بينقط سكر، مش جديد عليا، دي صفاتي الطبيعيه. المهم انا عايزه اقول لكم حاجه، في ناس مهمين جايين النهارده
ومهمين قوي 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 قوي، يعني بالمختصر المفيد كده، قلة أدب، طولة لسان، أباحة، أخلاق واطية، تصرفات قذرة، اللي هو العادي بتاعكم في البيت يعني، ما تعملوش. وقد أعذر من أنذر. إيه ده إيه ده إيه ده؟ بتقولي إيه أنت؟ لسه بشكر فيكي دلوقتي. إيه ده؟ تشكري فيا يعني؟ أضفتيلي؟ ده العادي بتاعي يا ماما. وأنت يا بت تمشي، لو اتفرجي على التلفزيون والكليبات العبيطة بتفرجي عليها دي، اللي من جوه نفسك نفسك تعملي زيهم بس مش قادرة، تقعدي أنت وأمك بأدبكم. لا بقى، إحنا نقعد مكتح ما إحنا عايزين نقعد بقى. لمي نفسك يا مجيدة. بقول لك إيه يا قليلة الأدب، أنت إزاي ما بتسمعيش كلام انتي؟ ايه يا ماما اللي بتقوليه ده؟ يا حبيبتي بعيدي عن الشر وغني له، دول فيري لو كلاس. انا جيت. واو واو واو، مش معقول. ايه ده؟ ايه الشياكه والالمازه واللميع اللي انتي فيه ده؟ عجبك؟ عجبني بس، ده يتجنن، ده 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 طير لي دماغي. ده ايه ده؟ ايه الالمازه دي؟ والعقد المقلمز ده؟ والحلق المقلمز ده؟ الله، ده انتي المز. امال فين عبد الحمول؟ سبته في الدنيا. بقول لك ايه بقى، انا عايزه اعرف مين بقى اللي انت متشيكاله ولابسه له اللميع ده كله؟ ده ابن اختي، عايش بقاله 15 سنه في ايطاليا. 15 سنه تتصوري؟ وعلى كده بقى بيشتغل ايه؟ بيغسل صحون؟ اخرسي يا بنت الادب، صحون ده ايه؟ ده اشهر واحد في ايطاليا. ده انت تنزلي بس من سلم الطياره وتاخدي نفسك كده، تلاقي الناس كلها بتقول مصطفى مصطفى مصطفى، أهم واحد في إيطاليا. ليه يا دولة؟ هو لقى أثارات في إيطاليا ولا إيه؟ أثارات يا ابني اللي هيلاقيها في إيطاليا، الأثارات دي في الأقصر بس. مهم يعني إن هو الواد حرك وخفيف وبتاع علاقات. زي يعني كده بالظبط؟ أيوة بالظبط، باستثناء إن هو مش غبي ومش حمار، ويعني عارف شكله بني ادم عادي يعني. ايوه دولا، يعني ما بعدناش كتير. لا يا ابني، ده احنا بعدنا خالص، ده في بينك وبينه بحار ومحيطات. المهم ان هو جاي تهب بيقعد يومين، على الله بس يعدوا اليومين دول على خير. اه دولا، انا افتكر دولا ان الواد ده كان مستنصدك وانت صغير، صح؟ اه صح، كان مستنصدني فعلا. المشكله بقى كمان لما بيتجمع هو وسناء الاثنين بيعملوا رباطيه عليا. خلاص يا دولا محلوله، خد ابن عمك حبيبك في صفك واللي تنغلبه لعبه. انا يا ابني لو خدتك معايا كاني بضرب نفسي بالجزمه بالظبط. كده بس يا دوله. المهم انت صاحي النهارده يعني فايق ونشيط، ايه الحكايه؟ بالعكس، انا صاحي مكتئب وجعان. انا الاكل ده جايبه مخصوص علشاني، انا جايب سندوتشات فول وطعميه. انت بتاكل فول وطعميه؟ انا باكل اي حاجه دوله. خلاص اما اجيب سندوتشات اي حاجه بادي لك. المهم بقى انت مكتئب ليه؟ ابدا يا عم، صحيت الصبح يعني قلت استحمى واضرب مشط في شعري كده، ما تتخيلش يا دوله لقيت ايه. لقيت حاجه مقرفه عايز تقرفني بيها عشان تاخد الاكل برضه؟ لا يا دوله، لقيت شعره بيضه. ساعتها وقفت قدام نفسي دقيقة احداد. دقيقة احداد؟ حاسس انك مت ولا ايه؟ لا يا دولة بتكلم بجد، ولقيت نفسي بقول لنفسي انا ايه اللي انا حققته؟ ايه انجازاتي؟ خايف يا دولة لقطر العمر يعدي بيا ويجرش. انا نفسي قطر العمر ده مش يعدي بيك بقى، يعدي فوقيك وما يجرش، رايح جاي رايح جاي لغايه اما يبان لك صاحب. ماشي اضحك يا دوله، بس انا بقى على فكره انا حاسس يعني ان انا لسه قدامي فرصه ان ابقى كويس. انا خلاص يا دوله حلم حياتي من وانا صغنن خلاص قررت ان احققه. يا سلام، ممكن يعني اما قرر انك انت تحقق حلم حياتك خلاص هيتحقق؟ فيش كلام يا دوله. انت عارف انا في واحده يعني بحبها وبموت فيها، بس ما اقولكش يا دوله ايه، شلاليت حنان متدفقة. انحرص على التعبير، شلاليت حنان متدفقة؟ مين دي؟ لا ما اقولكش بقى، دي سمعة بناتي كلمة تتنطور كده ولا كده يعني. تتنطور كده؟ اه كده لا، مالكش دعوه هنا خالص. مهم يعني مين هي يعني؟ انت فاكر ان انت لو قلت لي هروح اقول لاخوها مثلا؟ لا اوعى يا دولة اوعى، يعني هو بصراحة هو ده يعني العقبة الوحيدة اللي في حياتي، مش عارف اخلص منه ازاي. لا ما تقلقش، انت هتخلص عليه يعني قريب باذن الله. ودي عرفت منين يعني انها بتحبك او بتميل ليك؟ بتعشقني يا دولة. يعني عندك مثلا يا دولة لما بتهزقني ما اقولكش انا بصعب عليها قد ايه،
ولا لما مثلا ارمي عليها السلام ما تردش وتقفلني. المسكينة المسكينة بتقفل على روحها 3 ايام مثلا وتقعد تصيح تصيح. ده ايه الحب ده يا ده؟ طب ما دام لقيت واحدة بتحبك لدرجة انها لما بتهزقك بتصعب عليها ما تتجوزها. انا مستني بس اللحظة المناسبة تقولها يعني. لحظة المناسبة. ايوه البطيخ اللي عايز يسمن بيه. معلش يا دوله خليك انت الكبير برضو، انا اسمع ان مفيش بطيخ في ايطاليا. انت مالك انت؟ دي حاجات عائليه بتتكلم فيها ليه؟ بص نظف البازار، نظف البازار. ايوه حاضر هجيب بطيخ. ولا جاتك ايه يا مصطفى؟ رحت وجيت ورجعت زي ما انت فقري. لا ما انا اغتنيت وستفت العمله. بس المهم ايه يا خالتي؟ هو انتوا ما جبتوش تمويل الشهر ده ولا ايه؟ يوه يقطعني فرحتي بيك نسيتني اقول لك تشرب ايه. طب وحياتك عاوز واحد تموين تقيل شويه. من عينيا ثواني. لا على الاقل من مهلك في التأني السلامه. خدي بالك من السلمه المكسور سربتها لك. ايوه عليك يا مصطفى، نفس حركاتك وتنحتك بتاعت زمان ما اتغيرتش. انا ما غيرش التنحه ابدا بتاعتي. لو بقولها على التمويل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. ما تتفضلي معانا. لا معلش اصل عندي مذاكره جوه. طب خش ذاكري، الاجتهاد حلو برضو، العلام سلاح في يد المراه. تحب اجي اراجع لك؟ ايه ما كنت براجع لك احياء في ثانوي. فاكر لما سقطت فيها وطلعت بالماده؟ فاكره يا بت لما كنا بتزوغ ونروح سينما علي بابا في حفله 10؟ وانت فاكر لما كنت بدفع لك التذكره عشان معكش فلوس؟ قلبك اسود. فاكره قبضه الهلالي ولا افواه وادارب ولا ليله القبض على بطه؟ هتقولي كل الافلام اللي اتفرجنا عليها يا مصطفى. كانت ايام. ايوه كانت ايام. فاكر انت بقى لما ابوك قفشك وانت بتشرب سجاير وقفش العلبه في جيبك ونسر عليك خرطوم الحمام؟ لا مش فاكر. فاكر امك لما قفشتك وانت بتعاكس بنت الجيران ونسرت عليك الشبشب ابو ورده؟ قلت لك لا مش فاكر. فاكر صحابك لما قفشوك في بير السلم ومسكوا عليك كل الحزمات جلد ونزلوا فيك ضرب ضرب ضرب؟ قلت لك مش فاكر. تسلم ايديك يا خالتي، عليكي طشة ملوخية ولا في تذكرة داوود؟ بتجري الدم بصحيح. بالهنا والشفا يا روح خالتك. قاعد دول ما بتاكلش ليه؟ في حد سدد نفسك؟ لا يا عم بالعكس، ده انا نفسي مفتوحة قوي. انا بس عشان رانيا مراتي وياسمين بنتي في رحلة يعني، فتلاقي حتى معدتي قفشة كده. المهم يعني انت بقى ناوي تكمل هنا في مصر بقى على طول ولا هترجع تاني ايطاليا؟ لا اكمل ايه؟ بص انا احب ابقى خفيف خفيف، طائر هدهد يطير ويرفرف. يطير ويرفرف؟ والنبي ده شكل طائر هدهد. انت لو طائر هدهد هشتري بندقية رش مخصوص ونشك. المهم يعني فعلا بتفكر انك انت ترجع ايطاليا؟ ده كويس قوي على فكره بجد، لان انت يعني فعلا مثال للشباب المجاهد، انت مثل حي وقدوه للشباب اللي عايزين يفشلوا. طبعا تحب لي الخير انت عدول. يعني هتسافر تاني يا مصطفى؟ وانا ليا مين هنا؟ الحاجه واتكلت خلاص متشكرين. خد يا روح خالتك الصدر ده انا مفصصهولك بايديا. تسلم ايديك يا طنط. المهم يا انكل مصطفى، طنط انعام حكت لنا كتير قوي عن مغامراتك في ايطاليا. يا حبيبتي دي حكايات تتقال على الربابة، احكي لهم يا ابن اختي. عينيا، مع اني ما بحبش امدح في نفسي كتير. بأمارة الهدهد اللي بيطير ده، ده كان بمناسبة ايه يعني انفلونزا الطيور؟ يحكي لنا عن ايه؟ 15 سنة يا واطي قاعد في ايطاليا ما عتبتش مصر غير عشان تيجي تاخد عز امك اللي هي خالتي. بس والله ما رحته عن بالي، وتراب وعفار الوطن ما فاتونيش لحظة. يا نهار اسوح، 15 سنة تراب وعفار الوطن ما استحمتش في ايطاليا؟ وكل ما بي خلاص اقطع التذكرة وهسافر خلاص، الاقي هاتف يجي يقول لي لسه ما انش اوان السفر، فارجع واقعد على الدكة تاني. ترجع تقعد على الدكة؟ ده كان شغال بواب في ايطاليا 15 سنة بواب. نعم قالت لي انت بتشتغل مدير بنك. امال ده انا كنت مسؤول عن اكبر بنك في ايطاليا. حاكم الجماعة الطلاينة دول كان ليهم نظرة في العبد لله، فاستأمنوني سيكيورتي. ما سيكيورتي يعني بواب بالطلياني معروفة يعني. ضابط أمن على أكبر بنك فيك يا إيطاليا،
ولما أثبتت كفاءة سبت الدكة وطلعت فوق في المكيف. يعني شغال بتاع تكييف. اتفضل يا ابن اختي. الله الله الله، دي لعبة لعب السنين، عصير فريش في كاسات. فين ايام نعت العرقسوس خميس وجمعة؟ ولا كياسة تمر ام نص. فاكرة يا بنت لما كانوا بيبعتوكي عشان تشتري التلج في رمضان، وكنت تتلكعي عشان تلعبي مع الصبيان وتضربي مدفع الترمسة؟ ازيك يا دولة؟ وحش، ما وحشتكش ولا يا دولة؟ لا يا عم، وحشتني ازاي يعني؟ وحشتني جدا. ده انا يعني عارف حاسس انك وحشتني بغباوة، مش عارف انا كنت عايش ازاي من غيرك صراحة يعني. يعني مفيش حاجة كده ولا كده؟ لا نهائي كده ولا كده، انت ابن خالتي عادي يعني. ولا عشان بقول لك يا دولة ويا دلدول يعني؟ لا لا، طب ما انا بقول لك يا دفش عادي. دولة حبيبي دولة. عايز ايه؟ ايه يا دولة؟ افتح يا عم، احنا مش خلاص اتفقنا يا دولة؟ ها، انا وابن عمي على الغريب. طيب هو مش غريب، هو ابن خالتي يعني، ما تشدش عليه جامد. ايوه هو غريب. طيب تعال معايا، هو اللي في النص ابو نضاره. ايوه، ما التانيين دول ستات. بقول لك هو مش ركز معايا، خليك بطبيعتك عادي. مساء الخير، ازيك يا طنط؟ ازيك يا سناء؟ ازيك يا رمزي؟ مين الاخ؟ ازيك يا رمزي، انت مش فاكرني؟ حضرتك بتكلمني انا ولا ايه؟ مش فاكرني بجد يالا رمزي؟ ايه اللي يالا يا رمزي؟ رمزي ايه؟ اهو مش فاكرك يا عم. وبعدين مين اللي سامحك اصلا تقول رمزي رمزي على لسانك؟ مين ده وعايز ايه اصلا ده؟ يا رمزي انت مش فاكرني يالا بجد؟ انا مصطفى ياد. ايه اللي مصطفى ياد؟ مصطفى مش عارف حد بالاسم بدايه خالص. انا ياد مصطفى اللي كنت بضربك على قفاك. كانت ايام. يا نهار ابيض يا مصطفى، فاكر لما كنت بتلسع على قفاك طخ كانك شطيت قروصه كبريت في قفاها؟ لا لا، ايه ايه الكلام اللي انت بتقوله؟ ايه الكلام ده؟ اولا رمزي عمره ما اتضرب على قفاك. انت عمرك اتضربت على قفاك؟ على طول. ما اتضربش على قفاك خالص. وبعدين تاكله وانت ناقص اكل؟ ده انت واكل نص الترابيزه كلها. يبقى انت لسه شايل مني. يا عم مش شايل منك ولا حاجه يا عم. يا عادل بطلوا بقى تبقوا نقر ونقير كده زي زمان، انتوا لسه في قروص بعض. وانت مش شايفه يعني يا سناء عمال بيقول لي ايه؟ عادل تعالى انا عاوزاك. حاضر يا ماما. ولا رمزي خلي بالك يالا، ها ما تفوتلوش يعني. بص خليك يعني خليك بطبيعتك. مؤاخذه، بص بيكعبلني ازاي. ايه عادل اللي انت بتعمله مع مصطفى ده؟ انت عاوز تطفشه؟ يا ماما اطفشه ليه؟ انا بعرف اتعامل معاه من زمان، او ما تقلقيش انت يا ماما. الراجل جاي وشاري، لازم نكبره ونديله مقامه. نديله مقامه اعمل له ايه يعني؟ اعمل له سبيل ميه تحت في الشارع مثلا؟ يا عادل دي اخر فرصه لجواز اختك المسكينه، مش قادره انطقها. طب يا ماما يعني انا قصرت في ايه؟ يعني هل هو طلبها وانا قصرت؟ واحنا هنستنى لما يطلبها؟ دلوقتي الرجاله ما بيتجوزوش، احنا اللي بنتجوزهم. يا ماما معلش يا ماما، انا مش عايز ارخص سناء اكتر من كده. وبعدين هما الاثنين ظروفهم زي بعض، اذا كانت هي اتجوزت واتطلقت فهو برضو تهبب اتجوز واتطلق. طب ممكن تديله ريق حلو؟ حاضر يا ماما. ماما انا خارجه وهتاخر شويه، ما انت عارفه النهارده خطوبه ابتسام صاحبتي. هترجعي لوحدك؟ لا، ما هو مصطفى لما عرف ان انا هتاخر قال ان هو لازم هيفوت عليا ويوصلني، اصله ما عندوش ثقه في سواقين التاكسي. دي تلاكيك وشهامه انا عارفاها. يو يا ماما، ما سبق وقلت لك اني بحس ان مصطفى زي اخويا. يو يا سناء، ما سبق وقلت لك انك زي اخته. يو يا ماما، انا ماشيه بقى. مع السلامه يا روح ماما يا رب. مساء الخير يا فندم، تشربوا ايه؟ تشربي ايه؟ اي حاجه. هات لنا ليمون. اتنين ليمون يا فندم. اتنين ليمون. حاكم الليمون ده بيريح الكلام ويمشي عضله اللسان ويفك شفره الحنجره. شكلك اتبسطت قوي النهارده في حفله الخطوبه بتاعت ابتسام. انت عارفاني بحب جو الخطوبات وطقس قرايه الفاتحه والشغل ده يعني.
اللي يشوف كده يعني يقول انك مقطع نفسك جواز. مقطع ايه بس ومنيل ايه؟ انا عاوز واحده تفهمني وتفهمني، ترعاني وترعاني، بس الاقيها فين؟ موجوده، قصدي موجود يعني، دور عليه تلقاه، يلي عينيك شايفاه وبرضه بيت دور. يعني اتجرأ واتكلم؟ هتسكت لامتى؟ اخاف اترفض. مين دي اللي تجرؤ ترفضك يا مصطفى؟ يعني انت شايفه فيا اني كفاءة؟ انت كده اخلص يعني؟ خير الجواز عاجله. انا بقول استنى شويه. هو في حاجه في الزمن ده بتقعد؟ ابو جنيه بكره باتنين جنيه. خلاص سناء انا. ها انا. ها انا. ها انا عاوز اتجوز نشوة بنت خالة العروسة. ايه يا سناء؟ ايه يا سناء؟ اهلا اهلا اهلا، ازيك يا درش؟ على الله تكونوا اتبسطوا. عادي يعني، ازيك يا خالتي؟ ازيك انت يا حبيبي؟ يا درش، يبقى انت شكلك كده بقى لسه شايل مني. انا؟ لا لا خالص، انا فور الحمولة بدري بدري. يا سلام، انت طيب قوي ما شاء الله، يعني دي احسن صفة فيك. انت كلك صفات جميلة بس دي احسن صفة فيك. امال سناء فين؟ ما تخش تشوفها. فعلا لازم اخش اشوفها. طيب دي واحدة واجي لك على طول. درش اوعى تمشي، هنتعشى مع بعض. سناء سناء، عمال يا ستي اجرلك ناعم معاه اهو، عشان بس تعرفي انت خاطرك عندنا قد ايه. طب وتعب نفسك معاه ليه؟ هو كان طلب منك حاجه؟ من غير ما يطلب يا سناء، انت اخت حبيبتي يعني عادي جدا ان انا جامله عشانك يعني. طب ريح نفسك بقى يا عادل ووفر مجهودك، هيتجوز واحده تانيه يا عادل. وسايباني اجر ناعم معاه من الصبح. ماشي يا ستي، انما فرجتك يا مصطفى. مصطفى 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 مصطفى، هو فين يا ماما؟ هو مين يا حبيبي؟ زفت الطين مصطفى ده مشي، طيرته بكره، لا لحقنا نبلي شربات ولا نزغرط زغروط. يا ماما وانت سبتيه يمشي ليه بس يا ماما؟ معلش يا حبيبي، روح طيب خاطر اختك بكلمتين. حاضر. ايه جميل زعلان ليه؟ بالعكس والله، انت المفروض تحمدي ربنا انه خلصك من مصطفى ده. ده واد فاشل، ولا بتاع جواز ولا بتاع شغل ولا نجح في شغله، وانا حاسس ان هو كان الفتره دي كلها في ايطاليا محبوس عادي يعني. يا سناء تفقديش الامل، امال اكيد هيجي لك عريس يا ماما. خلاص بقى. ايه في ايدي ده؟ انت عارف ان انا لو قلت يا جواز السما دي هتمطر عرسان يا عادل، بس من غير مصطفى ده. ولا مصطفى ولا غيره، ولا حد بيعبرك اصلا. بس ايه؟ مش فايقه لك انا دلوقتي بقى. خلاص بقى، مش عايزه اهزر. دمك تقيل بقى. ايه دول يا ابن عم؟ مالك؟ ذهنيتك شارده ليه؟ ذهنيتك؟ او بعد ذهنيتك دي مفروض ما اقولش اي حاجه. فلوس يا رمزي، الفلوس، كل ما بقعد في البيت يقعد يقولوا لي هات 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 هات. الله، ما تديهم يا دولة، ايه المشكله في كده؟ اذا كانت الفلوس اللي بتطلع من البازار ما بتكفيش بيت الطالبات اللي انا عايش فيه. اقول لك نصيحه؟ لا عينيا، الغي وجبه. تصدق دي ممكن تبقى نصيحه كويسه؟ بس انهي وجبه؟ الفطار، البريك دانس. البريك دانس؟ البريك دانس يا بني ادم مش اكل. امال ايه؟ لبس. خلاص الغي اللبس، او الغيك من حياتي خالص. لبس ايه اللي الغيه؟ انا بقى المشكله دلوقتي ان انا بفكر اعمل مشروع، بس ايه هو المشروع مش عارف. سيبها لي انا بقى يا دولة، دي مشروعك عندي وما تقلقش.
زي ما قلت لكم بقى يا جماعه، انا محتاج ازود دخلي عشان طبعا الالتزامات الكتير اللي موجوده. يعني اهلا وسهلا بيكم يعني، بس كل ما في الموضوع يا ريت تفكروا معايا ازاي ازود دخلي. مشي الواد رمزي. مشيته قبل كده من سنتين وهو لغايه دلوقتي مش فاهم ان انا مشيته. انا عايز حل عملي. انا رايي انك انت تنشط البازار. انشط البازار ازاي بس يا حماتي؟ حماتي انت مش واخده بالك، امال انا بتكلم في ايه من الصبح؟ انشطه ازاي بقى؟ انا عندي فكره هايله يا حبيبي. اقول لك حاجه، انت تبيع دباديب وهدايا من بتاعه الحب، ولو ان الرومانسيه خلاص ماتت اليومين دول، بس عارف لسه في شويه ناس عندها شويه مشاعر. مشاعر مشاعر، الكلمه دي غريبه قوي. مشاعر يعني ايه؟ دبه ايه وقرد ايه؟ هو احنا لسه هناكل ونشرب؟ جيب حاجه كده من اللي الناس بتحبها ومحتاجينها، يعني مراهم روماتيزم، كلاسين صوف كده يعني. كلاسين صوف؟ عايزانا اشتغل كلاسينج يا ماما؟ لا طبعا غلط. كلاسين صوف ايه ومراهم ايه اللي الناس محتاجاه؟ الناس محتاجه جل وبارفانات. او بص انا هقولك، ايه رايك لو تبيع البازار وتاخد فلوس وتحطها في البنك وبعدين تاخد فوائدها؟ والله انا بص يا نجلاء ما بفهمكيش، وخصوصا لما بتقعدي تتكلمي كده ما بفهمش خالص الحكايه دي. لكن لو انا بعت البازار انا بقى هعمل ايه؟ شوف لك شغلانه بقى. بسم الله ما شاء الله عليكي، غبيه طول عمرك، اجسام فيله وعقول عصافير. اقول عصافير ايه؟ ما تحترمي نفسك. انت احترمي نفسك يا قله الادب، لمي بنتك يا مجيده. لا لا لا، انت اللي شتمتيها الاول. خلاص بقى يا جماعه، هتقعدوا تتخانقوا مع بعض وانا قاعد؟ هتفكروا معايا في المشروع ولا لا؟ والله احسن حاجه يا عادل تعملها انك تتاجر في الذهب. مش اما نلبسه الاول نبقى نتاجر فيه. عموما يا جماعه انا متشكر قوي على اقتراحك، واقتراحك دي ان شاء الله مش هاخد اي حاجه منها. انت حر. امال بتاخد راينا ليه؟ انت لو ما عملتش الفكره بتاعتي يبقى انت ما بتفهمش حاجه اصلا. عادل بجد بجد صدقني، الذهب ده احسن فكره، حاجه كلاسي كده. كلاسي كده؟ بصي يا حماتي انت واخده فيا مقلب جامد جدا. ثانيه واحده يا جماعه، ثانيه واحده. انت يا استاذ يا محترم خدت اراء كل الناس دي، ما خدتش رايي انا ليه؟ مش عاجباك ولا ايه؟ يا سلام يا سناء، انت مدرسه علم نفس بالعافيه، عايزه كمان تفتي في التجاره؟ يعني الست مجيده بتاعتك دي وبنتها الهبله دي هما اللي بيفهموا لك في التجاره؟ قصدك يا سناء؟ ما قصدكيش انت يا رانيا. بحسب. يعني تقصدين انا؟ انا وجهت لك كلام ولا انت حاسه من جوه نفسك انك فعلا هبله؟ لا 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 جميله سناء، مش معقول دصموا على البنت. نو سموكينج ايه دلوقتي يا جماعه؟ انتوا مش ملاحظين حاجه مهمه جدا؟ اخوانا التاريخ هيتسطر هنا في شقتي، سناء هتقول اقتراحها. يا سلام، اتفضلي. التريق التريق. رأيي يا جماعة يا بار. يا سلام، سجل يا تاريخ، اشهدي يا جغرافيا، صوري يا حساب مثلثات. يعني ايه يعني ايه حساب مثلثات؟ سناء هتتكلم، انت مش ملاحظة ولا ايه؟ اتفضلي اتفضلي حضرتك، ما حدش يقطعها بعد اذنكم، اتفضلي الميكروفون معاك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحل هو بيع كروت شحن. بيع كروت شحن؟ يعني احول البازار لبيع كروت شحن؟ ده انت اتجننتي. في حل تاني؟ لا لا، ولا حل تاني ولا حاجه ولا حاجه. خلاص يا جماعه يا جماعه، انا ما عنديش مشكله اصلا، انا ما عنديش اي مشكله، الحمد لله البازار شغال زي الفل، والفلوس اللي بتطلع منه بقدر اصرف عليكم بيها. خلاص يا دول يا ابن عمي، وعد ونفذته يا عم. بص بقى المشروع ايه ده؟ جايب لي مشروع في الكيس ده؟ بص يا دولة، دي مراية محنطة بتاعت لويزا الطيبة اللي كانت في فيلم ناصر الدين الأيوبي. ناصر الدين الأيوبي؟ يا ابني اسمه ناصر صلاح الدين الأيوبي، من أيوب هو. ايوه هو ده دولة. ايه رأيك بقى نشوف لها طريقة؟ طريقة ايه ونشوف لها ايه؟ انت قصدك يعني ان دي قطعة اثار اصلية؟ يا دولة يا دولة، الاصل بيبقى غالي، ده مصري. مصري يعني اصلي؟ يخرب بيتك، انت عايز تضر مصلحة البلد. يلا مش هضر مصلحة البلد، احنا مش هنبيعها لحد من جوه البلد، هنبيعها للاجانب بس. بس يلا بس يلا، جايبها منين دي؟ يا دولة انت بس يلا ايه؟ انت مش قلتلي ان انا عايز مشروع وعلشان الفلوس هنا مش مقضية بيت الطالبات؟ ايوه بس ده مش مشروع، ده مش غير مشروع، يعني ده غلط. غلط ايه بس يا دولة؟ فهمني بقى، المراية المحنطة دي بتاعت الست اللي كانت ماتت من زمان قوي، يجي من 50 سنة. 50 سنة؟ ايوه، ولم يستدل على الورثة بعد.
ايه وانت جبتها من بنت خالتها يعني ولا ايه؟ يا عادل من واحد صاحبي عزيز عليا قوي ونعرف بعض من زمان وبنتعامل مع بعض ايه كاننا اصحاب بالظبط. اسمه سيد فرعون بيشتغل في الاثار المهربه. ايه رايك يا دوله نجيبه هنا؟ تجيبه هنا فين يخرب بيتك؟ انت عايز توديني في داهيه؟ لا يا عم انا هخلي مسؤوليتي وابلغ فيكم انتوا الاثنين. لا تبلغ ايه ايدك يا عادل اللي قطعها لك. بقول لك ايه اسمعني كويس، احنا طبيعه عملنا الجديده دي لازم تتحط بالكتميه العامه والسريه التاني. طب يعني اعمل ايه انا في القطعه اللي انت مهربها لنا دي؟ عادل كل شويه اطلعك من مصايب. اسمعني كويس عادل، انت لو مش عايز هو يجينا هنا احنا ممكن نروح له هناك. نروح له هناك؟ والله ده ممكن يبقى حل. اه كده يبقى اتحلت. ايوه جاي. رص على شيشه نظيفه. يا رمزي مالك يا ابني؟ ما تقوليش يا رمزي، انت مش شايفني متخفي عادل؟ انت كده متخفي؟ ايوه يا عم. امال لو بتعلن عن نفسك تعمل ايه يا ابني؟ ما كده اي حد يعرفك. لا ما حدش يعرفني. بص مش ده يا عم متولي؟ اصبر. السلام عليكم. هو ما ردش يعني ما عرفنيش يا ابني. ده ما ردش عشان عرفك يا ابني. خش يا رمزي. فرعون فرعون السلام عليكم. ازيك يا فرعون؟ اهلا عادل ابن عمي. عن اذنكم بقى انا داخل الحمام علشان متوتر بس. طب وداخل الحمام لابس لبس التنكر وانت داخل الحمام محدش هيعرفك جوه؟ صح صح معلش يا دوله. صح. اهلا وسهلا. وحضرتك بقى يعني اسمك فرعون ده يعني اسم الشهرة ولا اسم العيلة مثلا؟ يعني ايه سيد كذا 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 فرعون مثلا؟ استاذ عادل بيتهيألي انت مستغرب ازاي اديك قطعة اثرية متميزة زي دي من غير سابق معرفة. ايوه صحيح حضرتك ما تعرفنيش، تأمن لي ازاي؟ لا هو في سابق معرفة، اخويا وحبيبي الاستاذ رمزي. والعلم حضرتك الصداقة ما تتقدرش ولا بملايين الدولارات. طبعا يعني. وبعدين لعلم حضرتك انت برضو رمز ده ابن عمي وصاحبي، وبعدين مش ابن عم عادي يعني، ابوه يبقى اخو ابويا من اخ واحد يعني. استاذ عادل من الاخر الاستاذ رمزي فداه مليون قطعة اثرية ايا كانت قيمتها او تخص مين. والله زي ما بقول لحضرتك يعني الرمز ده حبيبي، ده احنا متربيين تربيه يعني مع بعض، وعارف هو لو مش في الحمام كان يقول لك يعني قد ايه احنا اخوات يعني. طيب استاذ عادل خد بقى الحته الاصليه دي. دي الاصليه؟ طب يعني امال حضرتك يعني الثانيه دي ايه؟ ازاي دي الاصليه؟ ده انا كنت بختبرك ونجحت في الاختبار. السلام عليكم. ياه انا الحته دي حاططها في عينيا فرعون من ساعه ما اديتهاني الصبح. معلش يا استاذ فرعون يعني حضرتك لو قلت لك ان مش هقدر اشتغل معاكم في المسلكه دي خالص يعني. انا احترم صراحتك بس احب الفت نظرك ان لولا وجود الاستاذ رمزي ما كانش بقالك انت وجود هنا قدامي دلوقتي في القهوه دي. ما كانش بقالي وجود. طب الحمد لله يعني ان رمزي ايه؟ بقول لك يعني احنا اخوات يعني حضرتك اكتر كمان. ف طيب استاذن انا. ايه يا عادل تستاذن ايه؟ مش لما تسمع من فرعون للاخر ولا ايه يا فرعون؟ تشكر يا استاذ رمزي. ده تلميذك. ده انت البرنس. ده دي وضاعه، قمه الوضاعه من حضرتك. وضاعه؟ يا نهار اسوح يعني ربنا يديم. المعروف واضح ان في وضاعه بينكم انتوا الاثنين يعني صراحه. استاذ عادل لو قدرت تسلك الحته دي يبقى اتفتحت لك طاقه القدر، لو ما قدرتش ما يهمكش، انا عندي كل ما يخص الفراعنه من اول ما ابتدوا من 4000 سنه لحد فانيله العميد حسام حسن اللي لعب بيها في كاس العالم. فانيله العميد حسام حسن؟ طب فانيله ابراهيم اخوما ولا ما جبتلوش فانيله؟ ما هو يزعل يعني. ماشي استاذن بقى انا. استاذن ايه يا عادل؟ اسمع بس استاذ رمزي. امر يا فرعون. مين اخر واحد قال لي لا؟ السيد اندلع الله يرحمه. اللي قبله الشلبي شقلبه الله يرحمه. لا اللي قبل اللي قبله متهيألي متولي دنجله الله يرحمه. لا ده احنا قطعنا له ايديه ورجليه بس. ده قبل ما يموت بيومين. الله يرحمه برضو من غير ايدين ورجلين يعني. كنت عايز تقول حاجه يا استاذ عادل؟ كنت بقول يعني فين الحته اللي انتوا عايزين تسلكوها دي؟ ايه يعني حته مرايه مش هنعرف نسلكها؟ حضرتك لو عايزنا اسلك لك الهرم هسلكه لك طوبه طوبه بالمسلات اللي حوالين ان شاء الله. طب نقرا الفاتحه بقى.
مساء الخير. ايه اللي انت مخبيه ورا ظهرك ده يا عادل؟ ايه؟ ولا حاجه. سيبيه يا سناء بالهنا والشفاء يا عادل. لا يا ماما، ده حضرتك ده مش اكل يعني. وفيها ايه يا حبيبي لما تجيب اكل ليك انت ومراتك زي ما انت عايز. ماشي يا ماما، احنا مش هنفرق معاك. يا ماما والله العظيم ده ما هو اكل يا ماما. وفيها ايه يا حبيبي لما يبقى اكل هتدخل على مراتك بايدك فاضيه؟ ادخل يا حبيبي، ادخل كل وانبسط واشبع. ماشي يا ماما. واحنا هنا نموت من الجوع. يا ماما وحياه ربنا ما هو اكل يا ماما. تحلف ليه بس يا عادل؟ ادخل يا حبيبي، ده انت المفروض تجيب لها المحمر والمشمر. ادخل ادخل. يعني ادخل يا ماما؟ ادخل يا حبيبي. شكرا. واحنا هنا ناولع بجاز بسك. ماما والله العظيم والنعمه ما هو اكل. اديها حته وهي تسكت. اديها حته من ايه اذا كان ده اصلا مش اكل؟ والله ما هو اكل. بتحلف ليه وتعب نفسك؟ ورينا اللي في ايدك وخلص الموضوع. ووريكوا اللي في ايدي ليه؟ انا ما اقول ان هو مش اكل يبقى مش اكل. يعني نقول طور طول احلبوه؟ ما تاكل يا حبيبي، انت حد منعك؟ خش كل انت وماتك. كل كل ادخل. كل كل اهو اهو اتفضلوا. ده اكل؟ ده اكل. شكله كان اكل واكلته في الطريق وخلصت عليها. بما تيجي. ماشي، خلصته في الطريق. بدل ما انتوا قاعدين بقى زي قطعين الطرق كده لاي حد داخل وخارج، في ورك فرخه موجود في الثلاجه وموكلوه. انا قلقان بجد على ياسمين بنتي منكم. ماما صحيح في ورك في الثلاجه؟ هو فعلا كان في ورك في الثلاجه بس انا اكلته. عادل فين الاكل اللي معاك؟ لا ده ماما كلت. مهلك لا تتكعبل. ايه صباح الخير. صباح النور. نمسيتك كحلي، صاحي متاخر يعني النهارده؟ معلش يا سناء، اصله اكل وشبع فالاكل تقل على معدته. معلش يا اصله بيتعب في شغله. عارفه يا ماما انت لو مش ماما بجد. عادل عادل بليز بليز، انا عايزه حته بسبوسه. والله والله جامي مش علشاني، هي علشان نجله بس نفسها مغمومه من امبارح ونفسها في حته بسبوسه، وهي زي اختك برضه. والله مش عارف اقول لك ايه ماما. البسبوسه اللي اديتها لك مش قلت لك اعملي حساب حماتي في حته ولا ايه؟ عموما البسبوسه كلها كانت مع ماما. اتصرفي مع ماما بقى. يلا يو، يبقى مش هاكل حاجه ولا البنت هتاكل اي حاجه. امبارح كنت بتبيع وتشتري في الذهب، دلوقتي نفسك في حته بسبوسه؟ يا ساتر. مامي من فضلك عايزاكي في كلمه. جايه لك حبيبتي، جايه لك حالا. شايفه خدت امها عندها في الاوضه اللي مخبيه فيها الاكل عشان تاكلها وتزغطها. مامي ممكن تشوفي لي جزمه سلف من عند نجلاء؟ يا سلام، وجوزك ما يجيبلكيش جزمه ليه؟ هو هيلحق على ايه ولا ايه؟ مش كيف قاعدين على قلبه؟ بقول لك ايه، جوزك ده معاه فلوس قد كده لكن امه واخته منفضينه. ايا كان، انا بصراحه مش هفتحه في الموضوع ده. ده انا قعدت حاطه له الجزمه القديمه يومين على السرير علشان ياخد باله ويحس على دمه. طنش حبيبتي حبيبتي، يا غلبك يا غلبك يا بنتي. ايه المؤامره اللي موجوده في اوضه النوم دي؟ في ايه يا حماتي؟ مفيش حاجه، مفيش حاجه خالص. الله الله الله، فين الحاجه اللي كانت هنا؟ توك لسه واخد بالك؟ رميتها طبعا. رميتيها؟ رميتيها ازاي؟ وديتيها فين؟ اللي رميتها ازاي؟ هو انت ما كنتش عايز نرميها ولا ايه؟ دي قديمه جدا. وانت عايزاها جديده ليه؟ ما هي لازم تبقى قديمه. رميتيها وديتيها فين انتقي؟ اديتها للزبال. يا نهار اسود، معاكي موبايل الزبال ده؟ ولا اجيبه منين الزبال ده؟ جرايه عادل، هو انا كنت طلبت منك واحده جديده ولا ايه؟ وانت تطلبي مني جديده ولا قديمه ليه؟ وانا كنت جايبها لك. يا سلام، هم
امال جايبها لمين بقى ان شاء الله؟ جايبها بقى للي جايبها له، هي ضاعت وخلاص، هي ضاعت وانا كمان ضعت. كده انا هحصلك يا دنجله، هحصلك. اتحبلت بقى كل ده عشان جزمة قديمة دابت ورمتها؟ جزمة قديمة ايه بس؟ انا ما بتكلمش على جزمة قديمة، انا بتكلم على مراية قديمة. مراية قديمة كانت تحت المرتبة، مراية عاملة زي دي. ايه ده؟ ده هي دي المراية؟ انت المراية دي خدتيها من تحت المرتبة يا ياسمين؟ ايوة يا بابا. ايوة يا بابا ايه؟ كنت هتجيبي لي سكتة قلبية يا ياسمين، كنت موتيني ارخص. حاضر يا بابا، المرة الجاية ان شاء الله. ياسمين اطلعي بره، عايزة اتكلم مع بابا شوية. حاضر، هات بقى المراية بتاعتي عشان نلعب بيها. لا طبعا مش هديها لك. خلاص مش المراية بتاعتي. انت كل ما تجيب لي حاجة تحط علي تحت المرتبة وانا باجي اخدها. يا نهار ابيض، يعني الحاجة اللي انا بحطها تحت المرتبة انت اللي بتاخديها؟ حرام عليك يا ياسمين، ظلمت ثناء عمتك كده. مش هتديلي المراية؟ لا مش هديها لك. طب هات بقى المصروف. ده انت اللي مفروض تديني مصروف. ياسمين اطلعي برا وانا هجيب لك من المصروف دلوقتي. ولو ما ادكيش المصروف افتحي درفة الدولاب اللي على الشمال اخر درج على اليمين وهتلاقي فيه فلوس. ايه ده؟ ايه ده؟ بنتنا بقت حرمية؟ يا نهار اسود، نبلغ فيها. عادل، حكاية المراية دي؟ المراية دي لا مفيش، دي يعني اتدبست فيها. مش فاهم. يعني رمزي جابها على اساس انها قطعة اثار مهربة يعني، فعايزنا نسربها. بصي عادل، احنا فعلا ظروفنا الماديه صعبه لدرجه ان انت مش عارف تجيب لي جزمه جديده، بس ده مش معناه ان احنا نصرف على بيتنا من الحرام. ايوه سعاده الباشا، هو دلوقتي على وصوله معاه قطعه تانيه غير اللي عندي. ايوه باشا، يعني اول ما يوصل سعادتك انا ممكن وصلوا الزباين يا عم سيد دلوقتي، الزباين موجودين عندي اهم موجودين، فانا مش فاضي دلوقتي. سلام عليكم. سلام يعني ها؟ سلام عليكم. دولة بص بقى، احنا جبنا معانا ايه؟ حته جديده بتاعت ام تحتب. ام تحتب؟ مش بتاعت تحتب يعني، دي بتاع ام، وام قاعده من غير البتاع دي دلوقتي. استاذ عادل، سلكت المراية اللي ادتها لك؟ والله يعني انا قلت اسلك الاثنين مع بعض عشان يجيبوا لنا مبلغ ضخم بقى، بدل ما نسلك حته حته مثلا يعني، فيبقى الاثنين مع بعض. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه ده؟ منور يا فرعون. يا باشا احنا كنا قلبين عليك الدنيا. يا باشا انا في السليم. يا باشا في السليم. تسمح لي يا استاذ عادل؟ اتفضل يا باشا. ايه؟ شوف لنا دي حضرتك، فين المراية اللي اديها لك قبل كده حضرتك؟ المرايه؟ ايه ده، انتوا عرفتوا حكايه المرايه؟ ده انتوا بتعرفوا كل حاجه. البوليس ده يا مفيش حاجه تستخبى عليه خالص. سبحان الله. يعني المرايه هي سيادتك كنت شايلها في الخزنه عشان ما تضيعش يعني سيادتك؟ دي مش اصليه. ودي؟ ولا دي كمان، دي اثار متقلده بشكل سيء كمان. اثار متقلده بشكل سيء؟ يعني كنت عايز تضحك عليا انا فرعون وانا ابقى تاجر اثار متزوره؟ اتفضل معايا. سيادتك اتفضل معاك. فين؟ خد ده، ما هو ده شريكه، ما هو ده اللي جابه سيادتك. خده منك، خده منك. فرعون بس لانه بيضحك على السذج امثاله قدامي. ماشي. يا نهار ابيض، سمعت؟ طلع بيضحك على السذج.